أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء
وهو السميع البصير. فاطر السماء فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله رب ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب بسم الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله
ذلكم الله ربي عليه توكلت. ذلكم الله ربي عليه توكلت السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ذلكم الله ربي عليه توكلت ذلكم الله ربي عليه توكلت ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم أنفسكم أزواجا فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا فاطر السماوات الأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له
مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء إنه بكل شيء عليم. له مقاليد السماوات والأرض. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء إنه بكل شيء عليم. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء يبسط الرزق لمن يشاء. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وما وصينا به شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شرع لكم من الدين ما وصى به شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا والذي أوحينا إليك والذي أوحينا إبراهيم وموسى وعيسى وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين
كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله الله يجتبي إليه من يشاء الله يجتبي إليه من يشاء الله يجتبي وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك فلذلك فادع واستقم فلذلك فادع واستقم كما أمرت فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وقل آمنت بما أنزل الله
لأعدل بينكم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت وقل آمنت وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم. الله ربنا وربكم لنا أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا الله يجمع بيننا الله يجمع بيننا وإليه المصير. فلذلك فرع فلذلك فادع واستقم فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت وقل آمنت وقل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب
وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وقل آمنت وقل آمنت وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله 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 ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير الله يجمع بيننا وإليه المصير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أغنتم أشد خلقا أم السماء بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء
السماء بناها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أهمتم أشد خلقنا من السماء الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا الله يجمع بيننا وإليه المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرز
وعدت الجحيم لمن يرى فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوي وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن هي الماوي يا ربي يا ربي يا ربي شو حوزة تاني ولا نخلص منك يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكرها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها إنما أنت منذر إنما كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو كأنهم يوم
يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها. الله أكبر. بسم الله والضحي والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والضحي والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألم يجدك يتيما فآوي وجدك ضالا فهدي ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنظر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير
ذلك الكتاب لا ريب فيه فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى وأولئك هم المفلحون حاضر ما هي خلاص احنا نازلين على ما الختام ولا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون حدش مشبك من المأذون لو مش هتبتعد إليه من ربه وأنا
والمؤمنون كلنا آمن بالله آمنا
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلٌ آمن بالله وملائكته وكتابه ورسله لا نفرق بين أحد غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم.